السلام عليكم خوتي الاعزاء، ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه تاعكم انيس هولندا. كيما عودناكم فيديو جديده، بلاصه جديده، وسمحوا لنا رانا طولنا عليكم، الله غالب الظروف، ولكن ان شاء الله راح تكون العوده بقوه في الايامات الجايين. دونك كيما شفتوا في العنوان، اليوم ان شاء الله راح نديروا بكم جوله هنا في الريف الهولندي، ونخلوكم تتخلوا معنا وتشوفوا هنا هولندا كيفاش دايره. يعني اليوم راح نكونوا كما قلت لكم في الريف، في الطبيعه، بعيد على لافيل. هيا تبعونا وما تروحوش بعيد. خوتي هنا ما شاء الله، من هنا نبداو ندخلوا لداخل الريف بعد ما نخلصوا الطريقه هذه. راح تقابلكم واحد المنظر، واش نقول لكم، خلويه. استناونا وشوفوا. كنت سمع معايا زواوش، استان بليزر. ولا اروع، تمشي هنايا تستعفى مورالمون فيزيكمون. تكون مريض تبرا. تحياتنا لخونا سامي، ديديكاس لي حبيبي العزيز. انا خونا سامي ديزاد دويتشر، او عنده ثاني قناه. اي حاجه خصكم خاوتي على المانيا ادخلوا لعندو، راه ما يبخلش عليكم. ديديكاس ليه. دونك منا خاوتي خليكم تستمتعوا بالمنظر هذا. اوب هيا نطلعوا. شوفوا خوتي العزاز، ولا اروع. نزيدو نافونسيو شويه خوتي، نروح نوري لكم ثاني الخنزير، راهو منا في المزرعه هذي. هيا تبعونا. هنا الخنزير تاعهم خوتي العزاز تي جوندي، ماشي كيما اللي عندنا في الجزائر. البلاصه اللي رانا فيها يعطونا تريسكو، ماشي بعيده بزاف على امستردام، حوالي 6 كيلومتر 7 كيلومتر. هاوليك خوتي الحلوف، دونك نروحو نحكمو الفيلو تاعنا ونكملو الجولة. هيا نزيدو نوريولكم واش كاين، تبعونا.
عايز نور لكم خالتي. هذا شبقر، هذا طولو ولا ما عرف كيفاش يعيطولو، ليسونسيال هاوليك. هذا هنا خوتي في الغابو، هذا على دور العام هنا في الغابو هاوليك ما شاء الله. في هولندا لازم تسعى فيلو، ما كاش واحد ساكن في هولندا ما عندوش فيلو. الطاقة اللي تاعهم والعادة تاعهم انه الطفل كيزيد يبدا برك يقدر يسوق هكا شويه، برك يسوق يشرو له فيلو. هنا العجوزه الشيخ تلقاهم كامل بالفيلاوات، كامل عندهم فيلاوات. وراي راح تنقص عليك بزاف المصروف في الفيلو. الشعب الهولندي معروف بالدراجات الهوائيه اللي هي الفيلو. ما شاء الله. الله العظيم يا اخوتي غير خلوية، ربي يرزقكم قاع ان شاء الله. ان شاء الله قاع تخرجوا وتشوفوا. واللي راهو هنا في امستردام وحب يجي لعندي مرحبا به، يبعث لي في الانستغرام، ما كان حتى مشكل نجي لعند خويا ونديه يحوس وما كان حتى بروبليم. مرحبا بكم كامل. اللي يحب نعطيه ولا ديال ساعه البلاصه نعطيها له واسمها تفيسكو. اللي ما يعرفش البلاصه هذه يبعث لي برك نعطي له اللي نتاعها، نبعث له في جي بي اس ثاني يكون يجي بالطوموبيل يقاري الباركينغ تاعو يخلص 6 اورو. الا جا ابي ولا جاب الفيلو بالموطو ما يخلص والو، عندك غير بالطوموبيل برك اللي تخلص. كاين وين يلعبوا ولادك، كاين كلش في الصيف هنا، كاين وين تعوم، كاين طوالات معسوسين. دونك ما عندك ما تخاف، دايرين دي بارك هنا للدراري، فيهم كل حاجه لداخل. العب برك نحي على خاطرك تشوز الويكاند تاعك كيما لازم الحال. راكم تشوفوا في سبات خوتي معندها تاع الفيلو هادي، شوفوا خوتي اللي تخلص هاي ليك، تحبس تقاري الطوموبيل تاعك وتروح تخلص الباركينغ هاي ليك منو اون فاس ليها ديريكت. هاي ليك كاين هنا بتيت بلاش في الصيف، هنا الناس كامل يجي يعوموا. مليها كاينه قهوه ثانيك فاست فود، وموراها هاي ليك المولا تاع تفيسكا. دونك نلحق ليها نزيد نوريها لكم. هاد الطاحونة خوتي مخدومة في 1945 اللي جابوها لهنا، سينو كانت هذه تكزيستي من 1500 والله أعلم 80، ما شفتش إكزاكت، ولكن 1500 وشي كانت في بلاصة واحدة أخرى. 1945 جابوها لهنايا. عندك فلوكة مرحبا بك، أرواح دونك خوتي. بالمولة هذه لحقنا الى نهاية الفيديو تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الجولة. ما تبخلوش علينا بالبارتاج واللايك، ربي يحفظكم. اي سؤال خلولي في لي كومونتير وقولولي واش رايكم في الفيديو تاع اليوم. صحة فطوركم والسلام عليكم.